النادي الأهلي لاتحاد الكرة المصري. أخيرا نجحت جهود هذا البرنامج في إلقاء الضوء على أخطاء التحكيم المصري في وجود وجيه أحمد أو كابتن وجيه أحمد. وأخيرا الباشمهندس أحمد مجاهد اللي كان مش شايف أي مشكلة في التحكيم المصري شاف المشكلة وقرر تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري. كل التوفيق وكل الشكر للكابتن وجيه أحمد على المهمة اللي أتمها بنجاح فترة رئاسته للجنة الحكام، ونتمنى التوفيق للكابتن عصام عبد الفتاح اللي كان ليه تصريح واضح جدا إن الفار في مصر لم يطبق بالشكل السليم وأثر، أو بمعنى أصح منح الدوري لمن لا يستحق. ده تصريح طبعا الكابتن عصام عبد الفتاح. ده عندنا كمان لجان اخرى. لجان اخرى اسامه، بس بعيدا عن اللجان لسه بتتشكل زي لجان الانضباط، المستشار محمد عبده صالح. برضو احنا هنا مهم جدا برضو ناكد ان اساسنا هنا لجنه التحكيم، لان يبدو كده ان كابتن وجيه احمد كان موجود في مهمه رسميه اداها بنجاح، وطبعا زي ما شفنا الاداء اللي احنا كنا بنتكلم عليه على مدار الموسم ده فعلا كان مهم التغيير. وكابتن عصام عبد الفتاح بصفته شخصيه له تاريخ كبير جدا يخشى على اسمه ويخشى على سيرته. طبعا عندنا المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنه الانضباط، الدكتور عادل موسى، وحسنا فعل بقى عوده لجنه الانضباط عشان المشاكل اللي بنشوفها في الملاعب المصريه، والدكتور عادل موسى رئيس لجنه شؤون اللاعبين، والكابتن خالد كامل رئيس لجنه مسابقات القسم الثاني. على مدار سنوات الكابتن خالد كامل تحس انه هو خبير في شؤون القسم الثاني ودايما عنده هذه الخبرات اللي بتؤهل. لكن كان مهم لجنه الانضباط وعوده لجنه الانضباط طبعا. اللي شفناه في الملاعب ده كان يسترعي تدخل واضح وصريح من لجنه الانضباط اللي كان اخطا المهندس احمد مجاهد في يعني عزل كل اللجان. استعادة اللجان ربما الامر متعلق باجتماع بعض الأندية. يعني الانديه الجمعيه العموميه فشعر بالخطر فبقى موجود لجان حسنا فعلا. والمهم تفعيل دورها يا اسامه زي ما بنقول، اللجان ما تبقاش موجوده بشكل شرفي.